السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف لو انا عايز اعمل سيلكت على اي عنصر، فممكن اجي هنا اقول له سيلكت وابدأ اعمل سيلكت على اللي انا عايزه، او ممكن اقول له انا عايز اعمل سيلكت اول لو في اكتر من عنصر. يعني خلينا نرسم حاجة تانية، مثلا دايرة بالشكل دوت اهو، وانا برسم الدايرة بيديني الخصائص. عايز ترسم من الايدج مثلا اهو، فيبدأ يرسم من الايدج. ممكن اقول له لا ده انا عايز ارسم من السنتر او من الديامتر. في الكولر ممكن اديله لون محدد او تدرج لوني زي ما انا عايز بالشكل دوت. وانا ممكن اقول له انا مش عايز في التايب، ممكن اجي هنا واقول له الغي لي الفيل تايب انها تظهر في قلب الشكل بتاعي. اقول له فعل الباك جراوند، فعل يعني ممكن اخفي حاجات واظهر حاجات زي ما انا عايز. طيب دلوقتي لو انا عايز اخش على الخصائص، اعمل سيلكت على اي عنصر وادوس رايت كليك واقول له بروبرتيز، فيبدا يظهر لي الخصائص الخاصه بالعنصر دوت. اي عنصر بعمله سيلكت تبدا تظهر الخصائص بتاعته، هو موجود على انهي ليفل والخصائص، كل الخصائص. وممكن تخش تعدل الخصائص بتاعته لو انت حابب، وتعدل اللون اللي موجود. ممكن تمسك مثلا كل دول وتبدأ تقول له انا عايز اخليهم على اللير مثلا بالشكل دوت. ممكن تقول له modify element وتعمل select على العنصر وتعدل الخصائص بتاعته. ممكن تقول له انا عايز اعمل مثلا تعديل للشينج ايلمنت فايل تايب او شينج تو اكتف اريا او موديفاي لاين ستايل زي ما انت عايز، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، او ممكن تعدل فيه اللون نفسه اهو، تخليه فيه تدرج لوني اهوت بالشكل دوت.